فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للزوج أن ينظر في أجهزة زوجته كجهاز الجوال وجهاز الكمبيوتر لمراقبة ما تنظر إليه ومن تراسل؟ لا شك في هذا، هذا واجب عليه، لأنه قيم عليها فيراقبها، إن حصل يمنعها من هذه الأمور ولا تستعملها براءة لها فهذا أطيب، ما إذا أنه ما يستطيع يمنعها منها فلا، على أقل أنه يراقبها ويتفقدها. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل ويقول: وهل يجوز للزوجة أن تنظر في أجهزة زوجها للغرض نفسه؟ نعم، إذا كان القصد منه الإنكار وإنكار المنكر هذا يجب عليها ويجب عليه نحو الآخر، هذا من إنكار المنكر. نعم.